قلت لك صاحب الرياضيه بعد ما يتكاسر هي لك حدك باب الهدوء بتخبر راح على كل حال احنا ضرك محمد لين نتكلموا اليوم لين نقصوا فقره حكايه انسان واليوم نتحدث فيها عن اشهر مشجع لكره القدم الوطنيه بعد الفاصل. إذن ترشورا هو اسم يعرفه الجمهور واسم لم يغيب عن أي تظاهرة رياضية وطنية ودولية. ترشورا ياك لباس ترشورا ياك لباس ما شاء الله. ترشورا أنت مع المشاهدين أنت شوي ما شاء الله ياك الخير ما شاء الله تبارك الله ياك لباس عليك لا الخير إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ترشورا ماتش مباراة منتخب الوطني الأخيرة جيت والله قال لي حد انك ما جيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بعد قال عتوا لي تسولوا لي انا اللي نجاوبكم. والله يا والله نمزولي لا توعى عندك الوقت. سعدي طبعا الجمهور الرياضي اللي تبقى والله اختاري على وضعيتك شنو لا قال لي حد انك المباراه الاخيره ما جيت. ذاك اللي قال لك انك ماك صايب. ذاك اللي قال لك ذاك يقد يعود انا قلت خلاص ماتش ريال مدريد. على المستوى الفكري والفني والشعبي والفنون الشعب الموريتاني ما يسمع ذاك. اللي انا ذاك حاضر. بكل معنويات. ما فهمت علي اذا قلت لك عن الشعب الموريتاني الشباب الموريتاني ككل على المستوى الرياضي بقى الناس ما تعرف الرياضه كاع انا ما معني ليها على المستوى الفكري والفني والله والشعبي والله والفنوني الله الله موضوع الشعب الموريتاني يعرف اني لكن نهار في انا ذاك حاضر بكل جديه بالمعنويات مرتفعه لا بالشعر ولا بالشعب انا ذاك جيت بداية الوقت والله من الناس الثانية راه قاعد ياك شنو معنى؟ أنا ما قضيت جيت بدايتها ما قضيت جيت نهاية الوقت ثانية قلبت العكس ترتورة أنا قال لي الشهرة سعدي أخي ترتورة أنا بعد هذه وكيف ياسر من الناس اللي نعود أول مرة نشوفك أول مرة نجبرانا ترتورة أني أنا أسمع عنه غير ما قطريته عرفنا عليك أكثر اسمك الكامل ومن دري كان ترتورة هو اسمك الحقيقي أعطينا نبذة عن حياتك عرفنا عليك والله بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء انا بعد قال شاكر التلفزه الموريتانيه اللي قفتني ما قلت هي سعدي اللي قدمت البرنامج بعد قال ياك اللي نتواجه معاكم وجها بوجه لوجه زاد مرحبا بيك وسهلا شرفتنا نحن انت ومالي وبرنامج مساء الخير وش قالوا الرياضه الرياضه وحر لي ما تقد قالت وتخالقه بدون علي جبريل سويلم ملقب ترتورة علي جبريل والسويل علي جبريل سويلم علي جبريل سويلم سويلم بك سهلا ملقب ترتورة علي جبريل سويلم ملقب ترتورة الحرس والله مالي انا نعرف رايده نفيد اخبارك ياو يا سعد انا قال ما جاهلني شيء ما حد جاهل راسه لا الطفله تبغي تجلك انت ما قلت تجلني به اللي انا اصلا الرياضه الناس قال لك ما تعرف بالترتورة الناس كامله لله الحمد تعرفني فيها زمن مضى زمن اللي ياسر من القرون قرون قرون لا على بعض ما زالت الرياضه ما تنسمع كاع انا هيك الساعه فهم ما ذلك انت مؤمن بالمنتخب الوطني قال لي المجنون قال لي عاقل ولو عاقل غير حب الوطن من الايمان ما زلت هيك الساعه انا كاع ما عرفت حتى كاع شي قال الحرس الوطني انه قيل الرياضه وقايم لا بشي قالوا الرياضه والرياضه ماشي في دمي وبعروقي ومنتخب الوطني اللي يمشي انا ماني فهم تشيان عندي ويوجعني قلبي بحب الوطن من الايمان الله الرياضه الرياضه هي اللي تسمك الشعب يتوحد بدون رياضه ما فهم توحد الرياضه هي اشكال كامل كوكو ترتورة انت ما قد تخممت تنضم للمنتخب الوطني وتعود واحد من اللاعبين فيه انا من اول واحد من اللاعبين قايل لك اني ندور ندير هدف به لي الثقه الانسان اني تعود لاعب منتخب الوطني انت هو المنتخب الوطني هذا ما خالق اللي يسمع النشيد الوطني رئيس الدوله والله منتخب الوطني حتى يا اخي مالكم ليش السياسه انا نتكلم رياضه احنا ما انا متكلم سياسه لا فهمني انت قال كيف اللي مرسول عليا قال لا كاس ما يسلم ان شاء الله لا الحق احنا ما نوادينا للمستوى السياسي احنا وادينا للمستوى الفكري الرياضي هو يعرفك على اهميه الرياضه فهمت والمنتخب الوطني انا متوافقين اللي هي بنفسها المرأة وصى عليها مولانا قبيك هي بدون المرأة قال لك شوف شو
المنتخب الوطني، رئيس المنتخب الوطني هو وحده هو رئيس الدوله هو اللي يسمع النشيد الوطني. والله المنتخب الوطني، المنتخب الوطني. حد منين ينقال لك انك في المنتخب الوطني تتواجه مع فريق ويمك الوطني؟ الله يلا به اللي حب الوطن من الايمان. يا سعد وانا بقى ماني ماس من رقاش ولا اني لاحد من رقاش، غير نعرف انا الشعب الموريتاني والشباب الموريتاني اللي صنت تشرتوا اليوم في التلفزيون. يعني طيتوني مهام قد نتكلم معكم ساعه والله ساعتين والله. حامد المولاني اللي عبر عنكم والبرنامج البرنامج شفت لهم الديكور مع جاي هاي الصق رافت كرتاب ورافت زوزايات ورافت قضيشني هاي رياضه. انت مالك الا ضيف يا اخي وجاي ودي لابسه دي لابسه مختار حالك. هاي فكره منك انت والله من حد من زملائك يا ابويا؟ هاي فكره مني انا. انا قاعد طب ما عندي قفار قفار بس محمد عادل قفار وحدايا رياضه. ايوه انتوا احنا مانا ماشيين هاي رياضه. شفت شو الرياضه؟ جسم سليم عقل سليم بدون رياضه ما خالي فهمش. تراك قلت عنك باك رياضية معناها العقل لا العقل سليم والله ما سليم. أنا ترسورة كاع مشكلته أنها مو ساعة ولا ثنتين، هو البرنامج ساعة ونص يا شمسوان. خطموه هنا للسوايع بيدي أنا برنامجي مهم عند الشباب الموريتاني ككل. هذا والله إلا حق. الله يلحق. والله أنا قاعد بفصل الحق. ترى أنا زين عندي القواعد لقيت عقل سليم جسم سليم؟ عقل سليم. عقل سليم. أنا حد ما يمارس الرياضة اللي عدلها؟ عقلي مو سليم كيفتي انا هذا اللي يقول لك محمد حتى ما يمارس الرياضه مريم. احنا عندنا مخرج هم ما يمارس الرياضه معناه انه ما هو والله راني بقى نختار للشعب انه نوصي على الشعب نضل نوصي نجي المخرج يمارس الرياضه. لا مخرج عندنا ما يمارس الرياضه معناه انه واجع 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 معناه الجسم جسم مو سليم. وانتم مسؤولين وراني مولي وين رجعت اخبار راني اول ناس اللي ودوا الاخبار وراينا رينا يا سعد راني فتبارك الله ما شاء الله اول مره نترشح الكاس الامم الافريقي مدة 50 سنه وانا انتم لا تقدوا انكم هو المنتخب الوطني يا ابوي الموش المنتخب الوطني قد يلحق مرحله. لا تخبط لا تخبط بجوني انا مصابلي انا رايكم رايكم ناسي نحصل. لا تخبط بيا اللي لحقت من الضيقه ياسر انا ذا ليلتم اللي مشيتم شو الرئيس الجمهوريه انا تاكي في داري يعيط لي يوعيني وليدي يقول لي بوبا المنتخب الوطني راعي في الرئاسه دكتور موفق ودك تقول ودك تقول كرعي راجع من عند مولانا يتلفت لي رئيس الجمهوريه نمشي معاهم شو اسبانيا ونقيس معاهم امريكا ونقيس معاهم لندن ان شاء الله. هاي سمعتي ان شاء الله يلا وشاكر هم بقى شاكر شاكر المنتخب الوطني بأداء اللي ادلو. انا ما شك ما انا ما انا ما سجع العباد انا سجع موريتان. هاي سمعتي هاي الشباب يلي ادلو انا زين عندي وزين عند الشباب الموريتاني ككل. ما ادري وأطشان في الشباية قليل حد ما يعرف الواية ما يسوي لنا حليل. اسمح لي أكتب بخالي هي ترى نبقى عادي لا نبقى عادي أزي شي ما تعرفوا ماذا المرابطون نفقتها جمتها مرابطون هاي ينقل للزمارة زمارة أنت ما تعرفها بالعربية أنت ما ينصب بالعربية وذي كرتها من الفيشن وهي الصك صك صك أدو شو تدير في ذاك الصك منتخب الوطني طائرة طارت في الهواء بدون ترتورة لا لا كيف الحمد لله طعام بلا ملح الله هم مشى والله مزالهم ما نعرف لهمش يا خبر فين انت ما مشى انت ما انا الموجب اللي زل زليهم انا مشى وشو رئيس الجمهوريه ورجعوا اني رجعوا انا ذاك دخلت لهم المعدل وموريتانيا حفله وجيت تلقيت لهم دخلتهم في الكيران وتلقيت لهم تقد التلفزه الموريتانيه القناه الوطنيه تقول ما واخوتي يا قناه الساحليه كامل متابعته يزيدوا من نعمتها ان شاء الله. هاي سمعتوا متابعه النشاط اللي ادرجته المستوى الداخلي والخارجي والله الحقيقه نختار لكم ذاك كامل تبغوه للمستوى. وانا اضمن لك انا ان شاء الله هناك ما تلاقي تعدل ما رجعت اخبار التلفزه الوطنيه باللي شفتي ورئيس الجمهوريه دور يخصك تبقى وحده باللي شفتي المنتخب الوطني صقع زين انا يا اخي النساء احنا ما نبقى صايبين على العيال هم رب الاسره والله. هم اساس المجتمع بدون المراه ما خالك شيء. المراه هي 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 رب الاسره هي هي الدار هي هي ريتو هي مار وهي السكر تصاعد لي انا قلت سي بورتال هنا انت وهي هي الرياضه مولي انت مارس الرياضه مولي هي هي الرياضه ما راهي الحياه قال هي سعدي ما راهي العدد وراني لك بقى شارك شاكر المنتخب الوطني العدالي اللي عدل والله وتمونكت ياك النهار في اللي اللفت الكريمه اللي تلفت رئيس الجمهوريه اللي شاف المنتخب الوطني لين مدح بها بيا اللي نبت حياك اللي كلفته انا ذاك تطربني بيا اللي سنين وقرون الرياضه ما كنا نتكلموا عنها نقيسوا دوله ان قالنا لكم انتم ليه تجبروا 10 وتجبروا 100
يا غير لا صابر انا لك مضبوط مازال السره والضر افهم بين قوسين مازال السره والضر انا ترى فهم اللي مازال منين كالسي نترشحوا للمنتخب الوطني واعدين جنوب افريقيا ما تمشي انت نصبح انا قال لي قفت على الساحه انا حاضر وتغيب عن الساحه نغيب انا معك المنتخب الوطني انا ذا انا معك وانت وهي ذلك انت غير يطرح غير اخترت ولا فهم رجال انا ما نتعدى انا مسجل وطني انت مشيت وعد مالي لا تشجع المنتخب الوطني وشجعت مالي لا حق والله مو حق ذاك ما ولا صورته ذيك اوف اوف اللي انا مين نوقف مين نوقف قدام الماليين ترتورة لين واصل معك بعد الموجز لين واصل معك مع الموجز ما واصل معك بعد الاخير المنتخب الوطني ترتورة من دراك انا قد تعزف لي النشيد الوطني عدونا صيفطوا به مشاهدين والله نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم النشيد الوطني هذا كنا ننقيسه الخارج نسمع اول شيء الدول هاي العرب من عند الجزائر والمغرب وتونس كله يوقف راس مرفوع صدر بارز يقول كل الاله ناصره وعن كريم مناكره وما اللي يقولوه الذي يرضى منك دائره ولا تؤد نافئا سواه الجزائر وما يقول المغرب وموت عليه سائره فما كفى اولنا ولا سك في الاخره وكل القوم عهدزوا بامرهم وهجره قد موهوا بشبه واعتذروا معاذره مزاعموا مزاعما وسودوا دفادرا واحتنكوا اهل الفلاح واحتنكوا الحوادر واورزت كابرا باداتها الصاغره وعندها مجادل في امره الا المراه فلا تماري في الا المراه الظاهره هذا ما قلت لك عنه النشيد الوطني اللي الجزائري النشيد الوطني الموريتاني غير كلها النشيد الوطني يتفخر به راس مرفوع صدر بارز ويصغي انني يغني واحد منهم انا نغني من معنويات مرتفعه لا بالشعر والله بالشعر ونصغي ونطير مع الناس هاي سمعته بيلي فخره اللي انا نشيدنا الوطني وفخرنا الوطني واللي تسمع المنتخب الوطني اللي يقوم يطير ونطير انا معهم بيلي شفت المنتخب الوطني ال11 اللي ينزلوا في 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 في, في الميدان اللاعب الاقمى ال12 ترتورة هذا حد يدير سابق بعد الطاقم الفني والطاقم الواي بين قوسين لي 11 كي جو دا لا بيلوس لو 12 اوم ترتورة بين قوسين انا ذاك لاعب لهنا لاعب ترتورة ما هناش والله ترتورة ما لقى لا تطلب طلب من محمد بما انه طلب منك تقول له النشيد الوطني اطلب منه يا شو كان ينفخ لنا هذه يا مهير هو والله اللي قدر اطلبها له يا قير هو ذا ما هو متخصص به ويقدم لي هو من نفسه اذا قدرت تقول ما استو معنا انك ساعني انك بوضي نقول من قني ونقول نرقص انا ذاك مازال ظهر ظهر الرياضه قاع ما هي معروفه قاع انك انا لي تخلق والله ما لي تخلق لي تلحق الى وقتهم انا ذاك انا ذاك ديري معك انا ذاك زين انا ذاك عارف انا ذاك شنو انا ذاك الاول مضى مضى منين منين هيك الساعه يقولوا لي الناس عندي مجنون ولا عندي قايل وهاي سيرموني ولا يعرف يلي عدل يا قري اللي نعدل انا الشعب الموريتاني والشباب الموريتاني ككل اللي تطور واللي منها كان يعرف يعرف قال رياضه ويعرف الواجب الوطني يعرفوا يلي نعدل انا دور فعال وراي الشاكر الطاقم الرؤساء الاتحاديين كامل اللي قطعوا جاوهم اللي منها يعرفني واللي منها ما يعرفني واللي منها واللي جاهلني واللي منها ما هو جاهلني شاكرهم كامل اللي منها عدلش واللي منها ما عدلش شاكرهم كامل ككل ابناء وطن انا بين قوسين انا ما نتكلم على الاشخاص انا نتكلم على الشعب الموريتاني الشباب الموريتاني ككل اللي كله يعرفه نلمس من الناس انت لا تقطعنا ولا عبد الحي انت تبان عاقب لك رئيس اتحاديه كره القدم تتكلم او تملس منين انت انا انت لا تعاكسني على المستوى الاتجاه اتجاه المعاكس بين قوسين ما انا ما قضيت اتجاه معاكس قضيت انا هي ما فهمت القضيه سعدي هي اللي انت فهمه قرمته زين هذيك الله يعرفك يا زين هي مسكينه مرأة تقول الحقيقه لا حد هي المرأة ما ظلت المرأة هي الحياة قال لك عليك بوي مرأة حياته ذاك كان قال يا وش ترتورة والله ما ملينا من الرد معاكم الحديث معاكم وشرفتنا انك كنت ضيف معانا خفيف وضيف مميز في برنامج مساء الخير ويقل للاسف الوقت اوفى لا تزيدوا به للشعب الموريتاني والشباب الموريتاني كامل ما يختار ترتورة يعود يوفى قاعد والله الخطاب وقت ليت 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 تصغروا بي اللي انا زين عندي الليله في هاي القناه بعد قاعد ربي يغفر لي بعد قاعد اللي زمن مضى ان نقعد عليهم انا باط وجها لوجه قدام الشباب الموريتاني والشعب الموريتاني ككل بهم اللي هم من نفسهم مشتاقين انهم يشوفوا ترتورة الى المستوى الفكري والفني والشعب والفنون والتكوير الكره تكوير الكره انا ذاك باللي منتخب الوطني بدون ترتورة فرو خالد قول لي ترتورة شنو هي معناها ومن سماك ترتورة لكن نقول لك خالق ظهر خالق ظهر قرون الماضيه قرون الماضيه هيك الساعه الموسيقى ما هي خالقه
على المستوى الفني. الموسيقى ما يخالك كان في آباءنا وتراهنا اللي سمعنا فيهم كانوا يقولوا هي بابويا لا تولي. شعر معروف. هيك واحدة. وشارتورا هي ما ينقالها شارتورا وشارشي ينقالها شارتورا. لا احنا انت احنا هي هي لا نقزته وماشي نلعبوا بها وانتم توجهوا تقولوا ماشي بها المستوى. والله يا والله. ونقولوا اهز القلمونا اهز الجقاره والما يقينا راينا شينا. لعله يطيح رقاش مضبوط فرق. لا خلونا نكون احنا جايين في التلفزيون خلونا نتكلموا وشارتورا يضحك الناس. خلونا نضحك. انا عندي دور فعال وعندي رساله نوجهها الى الامه. انا والله ناصرني اليوم اني نتكلم معكم في التلفزه ما تقول شارتورا ما جاكم. خلوا لكم اللي واخو كامل الناس. هذا الشعار قلت ناولوا المخرج راه فيه لا يتهز. جزاك الله خير. الاول قلنا لك ان للاسف الشديد والله ما انا مالين ماذا بكري وضحكنا احنا قاع ان شاء الله وضحكت الجمهور وكنت تخيل. وراني الطالب الا الشعب الموريتاني وطالب رئيس اتحادية كرة القدم ويزيدوا في المزيد وراجل من عند مولانا نقيسوا كوب دافريك ونقيسوا كوب ديموند ونتخيروا ان هي العقلية اللي عندنا وراجل من عند مولانا الشعب الموريتاني كان مارس الرياضة بين قوسين والعبد الحي خليني نتكلم انت كبير رئيس اتحادية ما خليته لا يتكلم منين جيت انا كرئيس المسجئين اللي هنا الرؤساء خارجين وتتولهم اللي لا من ضمنهم انا رئيس المسجئين والله غير شفت تو انت رئيس مشجعين شوف قضيه رئيس اتحاديه وقضيه هكذا انا لك تكون طيتهم الوقت غير انت موضوعها كيف لا تقيسها كنت عليه هو انت الموضوع قال موضوع مهم انت فهمت موضوع انا مهم يا قرني وطول تو وقت من موضوع هو موضوع قصير وفه جزاك الله خير انت موضوعك مهم طالب الشباب الموريتاني ككل هو يدعموا هاي المنتخب الوطني المسير مزيدا احنا نختار الليل قدام الى الامام الى 50 سنه قدام بارد قطع حنا نجرو والحمد لله الحمد ينهارات مع ليبرياهم ومع السنغالهم اللي القلب ما شاء الله ولفتة الكريمه اللي تلفتني انا رئيس الجمهوريه وجاء امام الشعب الموريتاني الشباب الموريتاني ككل انا ذاك مريح بيجي انا هو اللي نقدر نتكلم حتى وتواجدك معنا احنا مريح ولكن شكرا تاتشور على انك تنقلت واعدنا وفترت وجبتنا هذه الامور وهذا فعلا شهيد وتعرفوا عليك مشاهدي واليوم مشيت مع المنتخب المره تراك معنا هناك ماشي جاي صورتك ما يعطي البي اللي هي ما فرقت على تاتشور لا تمشي في الجايه ما الله ماشي الا معاها انا ما نبقى بي اللي لا مشاو ما مشيت قلبي با معاهم يا غير لا يشكر قال انه معدل شيء من دون تاتشور هذا يسوى لا يجا لين يمشي شاتورا ما مشى لا يشك رجاج عنه ماشي مشاو هما لا يقدروا شي بدون تاتورا لا تعقد عليهم خلاك داخل انا داخل بالتاريخ انا راجل من عند ولا ما نقدر انا مشيت معاهم مازال ظهر موشي مازال كل مازال تونا الكلام كان ما ينقال واليوم ما ظهر لي ما شاء الله ما يطلع تمام انت لا راك تتاهب رياض وراحه مالك اول شيء تاتورا الوطن يطلع اول شيء طالع تاتورا اول شيء من القصه تاتورا والله يا كان والله انت وين مش جاي وفهم عن قضيتك انت خليني مطري لك ولد الحي لا نمشي انا تاتورا نشدهم كيف انا نبقي لك خليك الصحافي الرياضي انا رياضي فير بلاي يا غير تاع مشكله شني مو فاتوا مشاو واش شفت ولا تعقد لي والله ما فاتوا حرف لا تعقد لا عاد ما فاتوا حرف ولا نبقي لا ان شاء الله تعالى لا والله نتربهم ان شاء الله نتربهم والله دور هذاك حال نتربهم دور تتربهم صدق بان واجع اللي يشوفون في اكره دور تتربهم واجع من عند مولانا يقدروا ذاك كامل يقدروا واجب الوطني يسوى ماني معاهم انا دور تتربهم ماني معاهم تقرا صدق بان لا واجع عندي ولا انا لين نرجع راهو تشارتش وراي دور يتربهم ودور يتربهم اذا شكرا تاع اللي معيط اللي به رئيس الاتحاديه ذاك اللي تعبر عني انا اني باقي وانت مالك انت ما قلت تبقى اي رايني سمعته جمهورنا اذا شكرا تشارتش وراي نهايه حكايه انسان نفتح